السلام عليكم، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قبل الفطور. اليوم معنا هذه السيارة تيجو 8 برو ماكس الفيس ليفت. العادة سيارات صينية نشوف سيارة تلحقها سيارة تلحقها سيارة، ولكن نجاح سيارة معينة يخليهم انهم يسووا لها فيس ليفت ما يصير لها تغيير بالكامل، لان الناس عجبتهم السيارة مثل ما هي. اللي راح يسووا لها بعد كم سنة انهم يحطون بعض التحسينات، سواء كانت على شكل خارجي او على صعيد المواصفات. حلوة صعيد هذا، ركز عليها. راح نتكلم اليوم عن السيارة ونشرح مواصفاتها وشنو اللي تغير فيها عن الجيل السابق. وسبق ان احنا جربنا السيارة هذه النسخة اللي قبلها ايضا في واحد من برامج قبل الفطور قبل كم سنة، فخلونا الحين نبلش التجربة. واجهة السيارة فيها هذا الشبك اللي عليه الدايموندز، هذه تمثل شيء كأنه جواهر مع اللوجو مال شير موجود هني. الإضاءة أمامية، في عندنا LED Running Daylight، والفتحات اللي موجودة هني هي مجرد شكل. ليش هي مسكرة؟ علشان موضوع الانسيابية، فلما تقلل كمية الهواء اللي تدخل إلى فتحات هذه اللي ما لها داعي يزيد عندك تحسين صرف الوقود. حتى الشبك لو نلاحظ الجزء هذا مسكر لأن السيارة ما تحتاج، لأن المحرك صغير، ولكن من الجزء هذا تقريبا لغاية هني فقط هو المفتوح، ولكن هذه الأجزاء الجانبية مسكرة. تحت راح نلاحظ عندنا هذا الرادار اللي هو تفاعلي مال الكروز كنترول، علشان تقدر ان انت تحافظ على المسافة بينك وبين السيارة اللي قدامك. اذا السيارة اللي قدامك خففت هذه تخفف، وهلما جرى كلنا نعرف هذا مع سنسرز موجودة في الامام. اللون هذا على السيارة صراحة جميل، رنقات قياس 19. اللاين هذا اللي بالكروم موجود عندنا في الاسفل. عندنا هذه القطعة ايضا من الكروم، المرايا صايرة لونين، هذه على نفس لون الهيكل. بعدين عندنا هذا الطوق اللي من الكروم يمشي حوالين المركبة، مو 100% حوالينها، هو يبتدي من هني بس هني صراحة ينتهي بشكل أنا عاجبني لأنه متماشي مع هذا الجناح الخلفي الصغير. سيارة صراحة هذا اللون أنا ما أدري ليش حلو عليها، مع أن أنا ما توقعت يوم من الأيام يطلع حلو على جيبات. في عندنا هذا الريل مال الشبك، وهذا شكل السيارة من الخلف. على فكرة هذه الأربع قزوزات أربع قزوزات حقيقية وليست شكل كما يمكن اعتدنا في السيارات الحديثة. فهذا شكل السيارة من الخلف، بس ما أدري متى، يمكن هذا أسهل حق الشركات، بس ما أدري متى يتخلصون من هذه الحركة وتصير مخفية تحت الجناح. للعلم هذه السيارة All Wheel Drive، مو نظام الجر الأمامي. ضغطة زر ينفتح عندنا صندوق الأمتعة، بعدين راح نلاحظ أن المساحة ممتازة. ليش؟ لأن هذه السيارة بالأساس سيارة سبع ركاب، اثنين في الخلف، ثلاثة هني، واثنين في الأمام. إذا ما تحتاج المساحة كل اللي عليك بس هذه تضغطها ويرجع إلى مكانه، فتصير المساحة عندك هني كاملة. مع هني عندنا مساحة اللي يصير فيها الشمسية هذه اللي تغطيها، مع عدة السبير والأشياء الثانية كلها موجودة في الأسفل هني. فهذه الشمسية إذا تبي تغطي أغراضك تركبها بالفتحات اللي هناك، وتقدر ان انت تسكر على اغراضك بالصيف اذا ما تبي احد يشوفهم او واحد ملقوف. الصف الثالث في عندنا تحكم، وفي في عندنا تحكم بالتكييف، في عندنا فتحات تكييف، في عندنا كاب هولدرز، ولكن اللي ينقصنا منافذ شحن. تقدر تستخدم 12 فولت تركب عليه شاحن سياره. ضغطه زر ويرجع يتسكر بشكل اوتوماتيك هيدروليك. هذا البرو ماكس راح تلاحظون هنا مكتوب 390D، راح نتكلم عن هذا لما نجي حق موضوع الباور. ولكن لاحظ دخول ذكي عندنا في الأبواب، راح تلاحظ هذا التاتش تلمسه يقفل السيارة، تحط يدك ورا السيارة، أو أنه بروحك أنت أول ما تقرب من السيارة هي بروحها تفتح. ولكن شوف الدواسات، يا سلام. عندنا هني تطريز الجلود، تطريز من هني، حتى الأزرار شكلهم جميل فخم. ميموري في مقاعد السايق، ولكن ليس الراكب الأمامي. كل شيء صراحة الكواليتي ماله ممتاز، وحتى هذه الفينيرز اللي موجودة هني وتمتد على الداشبورد شكلها جميل جدا. والسيارة عليها ساوند سيستم من سوني، راح نتكلم عنه إن شاء الله بعد شوي. هذا شكل مفتاح السيارة. في عندك هني فتح القفل، الصندوق الخلفي تقفل السيارة، وفيها خاصية التشغيل عن بعد، شيء جميل جدا. إذا أنت داخل السيارة كل عليك إن أنت تدوس برايك تضغط زر التشغيل اللي هني، وراح تشتغل السيارة على طول 100%. سيارة راح نلاحظ في عندنا هني الأزرار المختصة
بالكروز كنترول، الكروز كنترول تفاعلي، نظام المحافظة على المسار، نظام التحذير عند خروج المسار، كلها موجودة هني. وهني عندنا التحكم الصوتي، وعندنا هذا الزر الستار هو عبارة عن زر الفيفوريت، انت ممكن تختار خاصية معينة وتخليها في هذا الزر على حسب ما انت تبي. الشاشات اللي موجودة عندنا قياس 24.6، عبارة عن 12.3 انفوتينمنت سيستم يشتغل عليه ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وهني عندنا الديجيتال كلاستر اللي يعطي كل سايك كل التفاصيل اللي هو يحتاجها اثناء القيادة دون تشتيت الانتباه. طبعا في شغلة وايد حلوة ان انت عندك هني الكاميرا اللي تسجل لك كل شيء انت تبيه، فهي عبارة عن داش كام بلت ان موجودة بالسيارة. انت تقدر تختار بالاعدادات شنو تبي الريزولوشن، فمثلا دقة الفيديو تبي 1080 ولا 720، تبي ايش كثر يسجل، تبي يصور لك فيديو صورة ولا هذا، تبي يركب لك حتى معلومات قيادة، كنت دايس بنزين، كنت دايس بريك، كنت مشغل اضاءة، ما كنت مشغل اضاءة، الاشياء هذه كلها راح يركب لك اياها فوق الفيديو علشان يساعدك ان انت تفهم بالاخير شنو اللي صار. شاشة سطوحها ممتاز، كل شيء عندنا تمام، شايلين معظم الازرار اللي موجودة ما عدا ازرار التكييف مخلينها هني تاتش، شكله جميل جدا، شكله وايد ما ابي اقول لكم فيوتشرستك بس شكله وايد مودرن ويناسب شخصية سيارة. نفس الشيء هذا الفينير استمتد عندنا هني، مع نسيت اقول لكم عندنا 8 سماعات من سوني موجودة في جميع انحاء المركبة. مقاعد تطريز الكروس ستيتش شكله تمام جدا، حتى هني عندنا سنادات الراس راح نلاحظ ممكن ان انت تعدلهم على حسب اللي يناسبك علشان تحط وضعية الراس. هني عندنا في العدادات تشوف العدادات، ولكن هني في عندنا ايضا شورت كاتس عبارة عن اشياء الازرار هذه تاتش، فانت عندك هني مثلا التراكشن كنترول، في عندك الاوتو اوف، في عندك اللين كيب اسيست، في عندك الباركينج سنسر، كله موجود هني. وهني الاضاءة، في عندنا الهيل ديسنت وفتح صندوق الامتعة مع مساحة تخزين اضافية موجودة هني في الاسفل. هني في عندنا كاب هولدرز مع وايرلس شارجر، منافذ اليو اس بي موجودين هني، التسكيرة هذه نفس الفينيرز اللي موجودة في الابواب والموجودة في الداشبورد. هني في عندنا هذا التحكم اللي موجود، هذا الجير ضغطة زر وتقدر تسوي الكوماند اللي انت تبيه، ريفيرس ولا درايف، السايد بريك، الاوتو ستوب، الفلاشر، الاي في ام اللي هو اذا انت تبي حق الباركينج، النافيجيشن هذا شورت كات، الاعدادات مالت المركبة والفوليوم كله موجودين هني. وهذا فيه انماط القيادة، فانت هني ممكن تغير انماط القيادة، راح يطلع لك انماط القيادة اللي موجودة هني عندنا. ف لحظة بس ما ادري ليش مو راضي يسوي فوكس اليوم. هذا اللي هو ستاندرد، بعدين في عندنا ايكو، في عندنا سبورت، في عندنا سنو، في عندنا مد، وفي عندنا وضع الطرق الوعرة اللي هو اوف رود بشكل عام. فهذا عندنا 6 وضعيات قيادة موجودة في السيارة. يمكن تقولوا لي من يقعد كذي في مقاعد الصف الثاني؟ ما حد يقعد كذي، ولكن انا بوريكم كمية الاحتمالات اللي انت ممكن تسويها. هذاك مجد محدة علشان يعطي مساحة كبيرة لركاب الصف الثالث، ولكن هو ما راح يقدر يقعد. وهذا راجع الى الاخير ومرجع سنادة الظهر الى الاخير، اصلا مثلا الذراعين راح يصير متوجه الى الاعلى، فاصلا ما راح يكون مريح. ولكن انا بس قاعد اوريك شنو الاحتمالات وايش كثر هم حاطين لك قدرة ان انت تحرك الكراسي بالطريقة اللي تناسبك. نفس الشيء حتى مقاعد الصف الثاني، هذه المقاعد تقدر تطوي سنادة الراس علشان موضوع الراحة، ولكن هذا بالأخير شيء اختياري. الحين راح نجرب المقاعد هذه، هذاك ما راح أخليه مجدم كذي لأن صراحة هذا مو شيء منطقي، ولكن راح أجرب لكم مقاعد الصف الثاني ومقاعد الصف الثالث. في شيء غريب سيارة بالناحية هذه، في عندك هذه الغضة اللي أنت ممكن تسوي كذي ويجدم هذا السيت بشكل يسمح لك أن أنت توصل إلى مقاعد الصف الثالث، تعتبر المساحة نوعا ما ممتازة. ولكن بالناحية الثانية بالسيت الثاني اللي هناك ما عندنا نفس المقبض هذا، فأعتقد أن الركوب راح يكون من الناحية هذه أسهل. بس للتذكير هذه سيارة تعتبر SUV 4-wheel drive، ولكن أنا أعتقد أن تم تخصيص مقاعد الصف الثالث للأطفال، لأن طول 174 ريلي من هني حايشة، ريلي من هني يدوب، فهذا ما يصلح لمسافات طويلة إلا إذا جدموا، ولكن راح يأثر على مساحة الأقدام عندهم في الصف الثاني. لذلك وبكل صراحة مقاعد الصف الثالث للأطفال الصغار، هذا يعني من الآخر. في ناس تحب تشيل هذه الكياس الاستيكرات اللي على الشاشة، أنا صراحة ما يهمني، يهمني أن أنت تشوفون السيارة مثل ما هي. هذه الأشياء
سيارة مو سيارتي، فأنا ما أبي أتحكم بالأشياء هذه بروحي واتخذ قرارات عنهم، ولكن مساحة الركاب في الصف الثاني راهية جدا، هذا التجويف اللي موجود هنا يمكن للتخزين، ولكن حتى لو كان في شخص طويل فما راح يتضايق. تطريز الجلود في المقاعد كلها صراحة مقصورة جميلة جدا، عندي فتحة سقف بانورامية لغاية نهاية الصف الثاني بشكل فعلي. أعتقد الحين صار لازم نطلع ونسوق السيارة ونوريكم شلون صايرة سواقة. خلونا الحين نطلع ونسوق سيارة ونقول لكم بعض الأشياء الثانية اللي لازم تعرفونها عن السيارة. الشيء الأول، السيارة إذا أنت خليتها على الوضع الاقتصادي والأشياء هذا تحس السيارة كثير مريحة تبي تتمشى، ولكن لما تخليها على الوضع الرياضي تحس السيارة اختلفت، تحس السيارة صارت كذي مستعدة تقول لك وين وين التسارع اللي تبي تسويه، وين الأداء اللي أنت تبيه. هذا النوع من المركبات علشان نكون صريحين هي اول ويل درايف، ولكن اول ويل درايف بغرض التراكشن، رغم ان هي فيها نظام الهيل ديسنت اللي هو نظام مساعده على صعود التلال، بحيث ان انت لو كنت صاعد صعده ووقفت السياره ما ترجع من نفسها، مجرد ما انت تدوس بنزين بروحها تخلي البريك وترجع مره ثانيه تمشي الى الامام. هذه شغله تعتبر تدلك على ان السياره فيها لمسه اكثر للأوفرود، ولكن اذا انت ما تبي تسوي أوفرود ايضا هذا شيء راجع لك، تقدر تخلي السياره على النظام اللي يناسبك. اذا انت تحتاج السياره هذه للمقاعد اللي فيها، فانت لازم تحط في بالك انه مثل ما شفت المقاعد اللي ورا الاثنين يصلحون للاطفال، او اذا انت مو محتاجهم نهائيا فهي سياره 5 ركاب باقتدار مع مساحه خياليه خلف مقاعد الصف الثاني. حلو. اذا انت فعلا ماخذ سياره تبي تستخدم المقاعد الخلفيه، لازم تحط في بالك ان عيالك تمسكهم وتقول لهم الله يخليكم لا تكبرون، لان اذا كبروا انت راح تحتاج سياره اكبر، يعني خلينا نقول لغايه يمكن عمره 13 14 سنه انت ما عندك مشكله، ولكن بس يعني كان لازم انبهكم ان مقاعد الصف الثالث ليست مقاعد كامله للبالغين. سياره مثل هذه الصينيين حبوا انهم يعطونك نوع من الثقه، يوريك ان احنا واثقين بالمنتج، فهذه السياره كفالتها 6 سنوات او 200,000 كيلو مع خدمة مساعدة على الطريق 24 ساعة. لذلك ان انت 200,000 كيلو انت واثق ان انت امورك كلها بالسليم، غير ماكينة الكهربائيات الاشياء الثانية كلها تحت الكفالة، او 200,000 كيلو ايهما اولا. سعر السيارة هذه النسخة اللي انتوا قاعد تشوفونها 9,499 دينار. تقدر تاخذ حق اللي ما يبي تيجو 8 برو ماكس، في عندهم تيجو 7 وفي عندهم طرازات اصغر. حجم السيارات اللي عندهم حاليا صراحه ممتاز بالفليت مال شيري. ايضا شيري عندهم سيارات سيدان ممكن تشوفها اذا انت مهتم بالسيارات سيدان، ولكن احنا اليوم هذه تيجو 8 برو ماكس الفيس ليفت، خلينا نسميها واحده من الطرازات الناجحه جدا حاليا عندنا في الكويت، تعتبر من طرازات التوب الصينية داخل الصين حتى. لذلك التطوير اللي راح تشوفونه على سيارات شيري بلش يطلع حاليا على البرودكتس الجديدة، ومنهم هذه. نحن سوينا منتج ناجح، خلنا ناخذ المنتج هذا ونعدل عليه ورد نعطيه الزبون مرة ثانية بشكل يتناسب مع الوقت اللي احنا فيه من ناحية التكنولوجي، من ناحية الأشياء هذه. فأنت عندك أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، داش كام، كاميرا حق الباركينج وغيرها من الاشياء الجميله جدا. في الختام شكر خاص وكبير لشركه يوسف احمد الغانم واولاده للسيارات، سبق وريناكم اطلاق السياره هذه من معرض اوتولاند قبل رمضان تقريبا شهر ونص، وطلبنا منهم ان احنا بعد ما شفنا السياره في الاطلاق ان احنا نجرب لكم اياها علشان نوريكم كامل مواصفاتها ونقول لكم سعرها المناسب وكفالتها الممتازه، وانت بالنهايه القرار لك. ولكن نصيحه كالعاده، لا تعتمد على تجربتي، روح الوكالة، اخذ السيارة، سوقها، جربها بنفسك. شكرا لكم ايضا على متابعتكم، تقبل الله طاعتكم، اشوفكم على خير، وما الله.